السلام عليكم. غادي نبداو الخياطة ديالنا. هذا هو الكابيش، عندنا فيه 4 الرقع، 1 2 3 4. اذا الكابيش القب مع لا غارنيتور ديالو، باش غادي نغارني، يعني باش غادي نغلفو. اذا جوج حيدتهم. اذا هذا هو الظهر ديال التوب ديالنا. اذا البنات هذا وجه، هذا وجه الكابيش ديالنا. اذا غادي نوضع فيه علامه من الخلف تاعو. اذا غادي نشد الاول باش نزيد له الباندا، هي هادي، شوفوها مزيان. اذا غادي نحتفظ ب 4 سنتيم، بسنتيم واحد ديالي اللي غادي ناكل في الخياطه على هذا الشكل. هذا نحاول نجبدو شويه ونمططيه شويه. اذا غادي نجيب الجهه الثانيه ديال الباندا على هذا الشكل، نقلب. هذا هو الوجه ديالي، هو اللي خصني نوضع هكذا على هذا الشكل. اذا غادي نخيط الجهه الثانيه. اذا نحاول نمططي هذا، نجبدو شويه باش تكون الباندا فارضة الايقاع ديالها. اذا وفي الاخير غادي نعمل بوان دو ديكوراسيون. اذا هذه هي الباندا ديالي، غادي ندير بيكاج دو ديكوراسيون. غادي نكبر الغرزه على 3، نديرها على 3 ونعمل البيكاج على هذا الحساب هذا، ونشد الخيط، نشد الثوب القماش التحتاني، نشدهم بجوج على شكل ساندويتش. اذا مباشره ملي نسالي الجزء الاول ديال الباندا، نجي للجزء الثاني على هذا الشكل. اذا اللي صرا على هذا يصرا على الثاني. اذا هذا الباندا زدناها باش نقتصدوا على الثوب، وكتزيد جماليه ورونق للموديل ديالنا. اذا ما بقى لنا الا نخيطوا الجوج ديالنا الثاني ديالنا، غادي نخيطوا ونوريه لكم، لان نفس الطريقه باش ما تجيكمش الروتينيه. اذا ها هو الكابيش ديالنا على هذا الشكل كما تشوفوا. اذا وهذه هي الباندا. اذا غادي نخيط الثاني، ما غاديش نوريه لكم، كنعتذر، غادي نوريه لكم لاسباب. اذا هذا الثاني ديالي راني نخدمه، غادي نقول لكم الاسباب علاش عاود خدمته باش نفهموا واحد القضيه. اذا خيطوا من هنايا، بديتو من هنايا من الراس ديال التحنيكه في السطاح ودرت هكذا. اذا الجهه الثانيه غادي نعملها بطريقه اخرى، غادي نجي من هنايا من هذه البلاصه هذه باش نخيطها لاسباب باش ما يتفتلياش القب ديالي. اذا هذا هو القب، بديت قلت لكم من هنايا، انا غادي نبدا دابا من هنايا العكس ديالو باش ما يتفتلياش القب، باش اللي صرا على هذا، لان السنان تاعي ما تريقلي الماكينه ما غاديش تريقلي كون على عين.
يقدروا يكونوا السنان جربوا شربوا لي هاد الجهه هادي باش يعاودوا يشربوا هكذا ويعطوني نفس التوازن او ليكليبراج ديالي. اذا كنجدد ونكرر بالنسبه للاخوات اللي هما مبتدئات او الاخوان يعملوا فوفيل او غرزه الامام او فول باتي او يستعملوا لي زيبانغل، ولكنني كنصح بفوفيلاج اللي هو يعني جميل جدا وكيسهل علينا الخدمه. اذا ما بقى لي الا نعمل له البيكاج. اذا علاش عاودت لقب الثاني على هذه الطريقه هذه؟ يعني خيطته من هنايا مع الاول ورجعت وخيطته من تحت من الاسفل من هنايا. اذا ما بقى لي الا نعمل له البيكاج. اذا غادي نعمل له البيكاج وندوزو للمرحله الثانيه. اذا الثاني ديالي هذا اللي صرا لهذا الاول اللي صرا للثاني يعني نفس الشيء، خياطه وحده اللي غادي ندير يعني باش يكونوا متشابهين يعني كيف كيف. اذا غادي ننتقلوا للمرحله الثانيه ديال الجميع ديال اللقب. اذا لاحظوا معايا غادي نلاقي السطح مع السطح، هذا البندق ديال الفوق اللي كاين عندنا الفوق دابا هذا هو الكابيش ديالنا على هذا الشكل. اذا هنا فين كيخرج الوجه غادي نشد هذا ندير له هذا، هذا يشبه هذا في نفس طريقه الخدمه. اذا اشنو غادي نعمل؟ غادي نشد هذا بهذا الشكل، هذا على هذا الشكل، لان هذا اللي كيهمني هما هادو يكونوا متوازنين. وغادي نخيطهم عاد نرجع للبلاصه منين خيط، لان ما بغيتش نستعمل فوفيل او غرزه التشابك، هي الا استعملتها في الحقيقه راهي صحيه ومليحه. اذا غادي نرجع للبلاصه منين بديت، اذا غادي نرجع من البلاصه منين بديت منين خيط لقيت لي دو ترافيرس دوك جوج تلقيمات اللي درت او جوج باندات. اذا واحد الطريقه اللي غادي نوريكم، لان انا ما كنبغيش ندير السير ديال ولد 5 سنين 6 سنين 7 سنين او طفل اللي تقج به يحضر السلامه. اذا غادي ندير واحد الطريقه اخرى اللي هي زويونه باش يكون عندنا هذا بحال ديال الاسكا، القبور ديال الاسكا كيكونوا مجموعين ديال الاطفال جهه الجبهه باش ما يدخلش البرد. اذا غادي نشوفوا هذه القضيه. اذا لاحظوا معايا جبت المطاط استيك بما نقولوا له بالمغربيه، وكنجبد بحال هكذا باش يجيني مجموع الكابيشو في الفوق، يعني بلا ما ندير يعني سير الطفل اللي يعني اللي كيشكل عليه خطوره. اذا كننصح ونعاود ننصح يعني اتونسيون تديروا يعني سير يعني. اذا نشوف واش نعطانا. اذا لاحظوا معايا كيتكمش ليا الكابيش ديالي هنايا، ها هو بالنسبه لهاد البنيته الصغيره. اذا لاحظوا معايا البنات ها هو هنايا باش ملي كيكون مقلوب عليه هكذا كيجي داير هكذا هذا الشكل هذا. اذا غادي نعمل لا سيغ بيكيغ غير تا اللي هنايا و تا اللي هنايا، بيكاج دو ديكوراسيون بيكاج باش ندير الفينيسيون ديالي. اذا هذا اللي غادي يكون في الفوق غادي نغلب جهه على جهه. كيفاش غادي نغلب جهه؟ يعني ملي نخيط يكون هذا الداخل كيبان لكم هذا المليمتر هذا الشكل هذا، نعمل بيكاج دو ديكوراسيون ديال 3 ريغل تاع الخياطه على 3 ماكينه ديالي على 3 من 3 3 نيميرو 3.
اذا جيت كايسي ونخرج على هكذا على هذا الشكل هذا ونخلي الاخر يعني منطاطي على داك الشكل. نجي نفس العمليه من هنايا من عند لاستيك ديالي ونعمل هذه الطريقه هذه على هذا الشكل. اذا غادي ننتقلوا بعد ما يعني عملنا القب ديالنا وساليناه ننتقل باش نجمع لي بيس ديال لو دوفون. اذا هذا هو الكابيش ديالي كما كتشوفوا. اذا نتوكلوا على الله باش نجمعوا لي بيس ديالنا تنت. اذا كما كتشوفوا معنا البنات كتلاحظوا دابا عندنا جوج الامامات بعد ما انتهينا من الكابيش ديالنا على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا يعني خيطنا بهذا الشكل هذا. اذا غادي نتوكلوا على الله في الامام ديالنا لي بيس ديالنا هما هادو. غادي نشد شديت الرقعة على هذا الشكل وكم ديري لهم علامة على هذا الشكل. اذا غادي نشد هذه الطريقة هذه على هذا الشكل هذه على هذا الشكل هذا. اذا كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا غادي ناخذ الثاني ديالي على هكذا. اذا دو بارتي اللي درنا يعني الامام الامام النصف ديال الامام ها هو كيكمل لينا دابا. وغادي نشد هذا بهذه الطريقه هذه باش نخيطهم. اذا غادي نشدهم بهذه الطريقه هذه ديال لي زيبينغ على هذا الشكل عاد نمشي نخيطهم. اذا وجهه ثانيه كذلك ومثال نفس الشيء. اذا هذا الوجه وهذا الوجه هذا الظهر وهذا الظهر وهذا الظهر. اذا الوجه هو هذا. اذا غادي نشدهم بهذه الطريقه هذه نشد حتى الثانيين الاخرين على نفس الشيء نفس الشكل اللي غادي نشدهم بهذه الطريقه هذه. اذا غادي نخيط هذا الشكل حتى نوصل لهنايا وناخذ هذا الشكل هذا حتى هو كذلك ومثال نفس الشيء على حساب الطريقة. إذا ما بقى لنا إلا نمشيو نخيطو. إذا ما قلنا هذا ظهرو هذا قفاه هذا قفاه غادي نمشي نخيط هذا وهذا وهذا وهذا. إذا نتوكلو على الله ونمشيو نخيطو. غادي نتوكلو على الله وغادي نخيطو. اذا غادي نتمشاو على حسب المنعرجات اللي عندنا هنايا. اذا الا كتلاحظوا بان البولير رقيق يعني من الافضل كون شديتو بالفوفيلاج. اذا غادي نشوفو مباشره مع الجهه الثانيه. غادي نشوف خيط جهه اليمنى وقالت لي جهه اليسرى. غادي نخيطها على هذا الشكل. اذا المسائل بدات كتضح لينا. اذا غادي نخيط الجهه الثانيه. اذا الا كنت كنخيطهم خصني نخيط الجهه الاولى هي جهه السلسله فين غادي تكون السحابه لينا. اذا كنخيط في الامام في الفتحه ديال الامام فين غادي ندير السحابه. إذا ديما كنخيط من هنايا نزيد من التوضيح تنسالي الخياطة ديالي.
اذا غادي نمشي ندير لهم السورجي. اذا قبل ما ندير السورجي كان عندي هفوات الماكينه كتخرص لي من التحت، يعني كدير لي بوان دو بوكل. اذا كنت بديت الخياطه ديالي ديما كنبدا من هنايا، لان هنا فين غادي تكون السحابه على هذا الشكل هذا. اذا غادي ندير لهم السورجي ونناقشوا الموضوع الاخر. اذا الامامات هنا عندي متساويين على هذا الشكل في هذا الزواق اللي درنا او لي ديكوراسيون ديال لي بان ديال لومبيسمون. ناخذوا جيب كونغورو دابا الان باش نشوفوا كيفاش غادي نوضعوه. اذا بوش كونغورو غادي نوضع الاول على هذا الشكل هذا، بعد ما ندير لو سيرجي وغادي نخيطوه كذا غادي ندير العمليه قدامكم. اذا ناخذ جيب ثاني لهذا الشكل. اذا بعد ما وضعت الجياب على هذا، المسافه الكبيره هي اللي تكون هنا والمسافه الصغيره هي اللي تكون هنا. بالطبع غادي نعمل السرفاله هنا باش نخيطو على هذا الشكل، ولكن الموضوع اللي مهم هو انه خصهم يجوني متساويين. هادو متساويين، غادي نهبط بسنتيم او جوج سنتيم وغادي نحط على هذا الشكل هذا. اذا لاحظوا معايا مزيان، غادي ناخذ هذا غادي نتني على هذا الشكل هذا، خصو يجيني مع هذا نيشان. اذا العلامات هنا فين غادي تكون الخياطه ديال الجي، غادي نخيطو بهذه الطريقه هذه، عاد نقلبو ونخيطها الجهه كي درت في البوش كونغورو الاول ديال فيست بو. اذا غادي نمشيو للماكينه باش نخيطو ونشوف شنو غادي نديرو. اذا اول حاجه غادي نخيط هي فم الجيب بعد ما عملت له السرفاله. انتم كيف كتشوفوا السيرجي على هذا الشكل، غادي نخيط الفتحه ديال الجيب فين كتدخل اليد. اذا انا كنخيطها بهذه الطريقه. باش كنشوف الخياطه ديالي منين دايزه. او خيطيها بهذه الطريقه هذه، المهم اللي مرتاحه فيها خيطي فيها، خيطي بها. اذا بعد ما انتهينا من هذه العمليه هذه، خصني نلصق الجيب دابا في الامام في لي دوفون ديالي. اذا لاحظوا معايا كي وضعت الجيب ديالي هنايا فين عملت الكرانه كما كتشوفوا الفتحه، غادي نشد ونعمل هكذا على هذا الشكل، وناخذ سنتيم ديالي ديال الخياطه ونحطو مع ديك الفتحه اللي درت ديال الكرانه العلامه، نعملها هكذا. اذا لابد يجيني متساوي مع ديال اليمين، هذا ديال اليسار يجيني متساوي مع اليمين. اذا غادي نقلب على هذا الشكل هذا الجيب ديالي ونخيط بهذه الطريقه، ونخلي شويه هنا خارج كما تشوفوا، نعمل الفايبونه ديالي. إذا غادي ناخذ الجيب ديالي على هذا الشكل هذا، نحطو على هذا الشكل هذا، نحاول نشدو بلي زيبينغل. حتى يكون متماسكا، ناخذ سنتيم ديالي نكفو على هذا الشكل، أو نعطفو. نعمل الجيب ديالي هاد الخياطة هادي باش يسهل عليا ملي نكون كنخيط يتخيط بهاد الطريقة هادي. إذا انتهيت من هذا غادي نشوف التاني ديالو. إذا نلاحظوا معايا المسافة اللي كاينة هنا هي اللي تكون هنايا، أي خطأ ما غاديش يتحملو. إذا غادي نشوفو، إذا عواضع الكرانة ديالي هنايا، إذا من هنا غادي نبدا الجيب الثاني. غادي ناخد الجيب ديالي على هاد الشكل،
ناخذ سنتيم ديالي ديال الخياطه. شاش قديتو مع الكرانه، مقاد مع الكرانه، نعمل لوبيراسيون ديالي نفس العمليه اللي عملت في الجيب الاول. إذا قبل ما ندير سيغ بيكور نتقن واش أنا يعني 4 سنتيمتر اللي عندي هنا اللي عندي ليه هي هاديك. إذا نفاي بيان نفس العملية، غادي نشد هذا بلي زيبينغ، ناخد هادي هي الأولى تنخيطها ونتيقن منها بأنها راهي هاديك في المستوى، نشوف دورة الجيب عندي هنايا شحال فيها. خصني نوازيها مع الاخرى وما خصش حتى شي واحد يلاحظ عليا. هي هذيك نتوكل على الله. اذا انا ما بغيتش نبدا بالخياطه من هنا ونخرج من هنايا، نزيد من التوضيح، ما بغيتش نجي خياطه هكذا وندور من هنا نجي خياطه هكذا وندور. اذا حتى تقنت مع هذيك اللي قلت اللي هما اساسيين، عملت اللي هما اساسيين، عاد بديت نخدم على هذا الشكل. اذا غادي نجمع الخلف، غادي نجيب الخلف باش نخلف نجمعه مع الامام. قبل اي حاجه خصني ندير لابارمونتي، نسيتها ما درتهاش. انا غادي ناخذ التوب ديالي على هذا الشكل هذا. إذا لا بارمونتيغ نزيدها كنعتذر، إذا ضروري لا بارمونتيغ هي اللي كتفيني ليا الشغل ديالي. إذا درتها غي صغيرة على هاد الشكل هذا، إذا غادي نجيب الخلف ديالي. غادي نجيب الامام على هاد الشكل وهاد الشكل هذا كما كتشوفوا، نجيب الخلف ديالي اذا هذا وجهه وهذا وجهه، غادي نشد هكذا. اذا عندنا هاد القضية معتادة، ونخيط الكتاف ديالي على هاد الشكل هذا، من بعد نناقش معكم لابارمون. اذا غادي نخيط الكتيف مع الكتيف، كتيف الخلف مع كتيف الامام. إذا غادي نعمل لهم السيرجي أو السرفالة أو لصق لي مونش ديالي باش نسبقهم هما لهوني. إذا بعد ما خيطنا الأمام ديالنا على هاد الشكل هذا والخلف بيناهم، غادي نحاول ما يمكن نركب لي مونش ديالي قد على هاد الشكل ونجيب لي مونش. إذا هذا الوجه مع الوجه، غادي نشد على هاد الشكل، نشد الوسط ديالي ونخيطو هكدا ونخيط على هاد الشكل. إذا معتادين باش نديرو هاد الطريقة ديما. إذا لا مونش الجوجة، مونش الجوجة هي هادي. إذا الوجه مع الوجه، إذا الوجه مع الوجه،
ونشد الميليو ديال الخياطه ديالنا هنايا، هي عندنا معلمه قبل خياطه الكتيف، ونحطها على هذا الشكل هذا مع الكرانه، ونخيط يدي، نجي نخيط لي مونش ديالي بهذه الطريقه هذه. اذا غادي نمشيو نخيطو ونشوفو شنو. اذا لاحظوا معايا بان ملي بديت، ملي حطيت البنكله، ملي بديت الخياطه ديالي، اذا كنخيط اليد، اذا دو بريفيرابل ديرو الفوفيل او الفيل باتي. اذا خيطت الجهه، غادي نرجع للجهه الثانيه. اذا راهي دير لي لي بوكل من هنايا، نشوف لا ماشين ديالي شنو بها. اذا رجعت منين بديت في الخياطه ديالي، اذا نخيط لا مونش الثانيه ديالي. اذا قبيلات ملي كانت كدير لي لا ماشين لي بوكل، البلوك دو طونسيون هذا هو اللي ما كانش مزير، زيرته دابا. اذا نفس الطريقه اللي عملت في لا مونش الاولى نعملها في الثانيه. إذا غادي نعمل لهم السيرجي باش ننتقلوا لمرحلة أخرى. إذا غادي نحاول نجمع لابياس ديالي. إذا هذا البواني ديال البنيتة الصغيرة، إذا هادي لا مونش ديالها كنجمعها. إذا الخياطة مع الخياطة باش يكون عندي هادشي متيول وغزال. إذا غادي نمشي للبواني الثاني ديال لا مونش. إذا اللي صرا على البواني الأولى صرا على الثانية، وهاد العملية معتادة عندي في لي فيديو، يعني ديما كنديرها. إذا غير خصني ندوز هاد المراحل هادو باش الأخوات اللي دخلوا جداد ما كيشوفوش لي فيديو ديالنا، يعرفوا بأن راه كاين دي فيديو اللي درنا بهم هاد العملية. يعني غادي ياخذ لنا الوقت، هذا اونسومبلاج اللي كنعملو غادي تاخذ لنا الوقت في الفيديو. اذا غادي نعمل له السرفالة. اذا خديت الباندا ديالي، هذا هو لوبا ديالي فين كاين الجيب وداكشي، وخديت الباندا ديالي على هذا الشكل هذه. اذا المسائل معروفه، وغادي نحطها على هذا الشكل هذا، ونحاول عندي ان بتي ديفو هنايا، غادي نحاول نشد الخياطه مع الخياطه د الفوق. اذا المسافه اللي عندي من هنا لهنايا باش نعقل عليها 16. اذا هاد البوندا هادي غادي نجبدها، لان غادي ندير فيها لاستيك المطاط. اذا غادي نوصل لهنا، غادي ندير سوتي، يعني ننقز باش نخلي لي سباس من يدخل لي لاستيك فضاء من يدوز المطاط.
اذا نفس الشيء هنايا غادي نخلي واحد المسافه ونجي على هذا الشكل. اذا حذاري كنو متفوتي الليب ويكون عندك التوب حساس. اذا المسافه اللي لقينا قبيلات هي 16، غادي نحاول نشوف هنا 16 لان ملي غادي ندير السلسله خص لا فورنيتي ايليسيا خص هادشي يكون توازي ليا. اذا غادي نحاول ندخل الستيك ديالي باش نشوف شنو عطانا. اذا قبل ما ندير لاستيك نعمل لي بوني ديال لا مونش لي مونش كذا نطويتهم على جوج. اذا بحكم ان مبرة ما كتجبدش ليست بمطاطية عملنا لها هذا الشيء، غادي نديرو لها لاستيك بما يسموها المطاط. اذا العمليه ديال لي بواني عملتها بليزير فوا عدد من المرات. اذا غادي نشد على هذا الشكل ونقلب هكذا ونخيطو ونخلي واحد البلاصه صغيره واحد الفتحه اللي غادي يمكن ليا ندخل منها بلاستيك ديالي. اذا نفس الشيء لهادي. اذا غادي نقلبها هكذا باش تدخل فيها اليد، ولكن غادي ندير فيها المطاط باش تكون مجموعه ماشي دابا. لاحظوا معايا هنا هي السوار البواني، يعني فين كاين عندي البواني غادي نشد الخياطة ديالي مع الخياطة وندخلها داخل البواني. دونك على هاد الشكل. اذا راهم متساويين، اذا راهم متساويين غادي نخيطهم بجوج على هاد الشكل متساوية البواني مع بواني اليد. إذن غادي نقف هنا وغادي نخلي واحد الباب باش غادي ندخل لاستيك ديالي. إذن نفس الشيء البواني الثاني، إذا خليت واحد ليسباس هنايا باش ندخل لاستيك. ملي نقلب البواني ديالي على هاد الشكل هذا ندير له استيك باش يجي البواني مزير، يعني مقاسه بحال هكا يجي مزير ونفيني. ديال البواني الثاني ديالي هذا نفس الشيء اللي عملنا في الاول غادي نعملوه في الثاني. اذا حذاري لي يهرب ليك شي واحد من هاد الساندويتش، اذا كنجمعهم سو فورم ساندويتش طبق فوق طاقم طبق. اذا غادي ندوز لمرحله اخرى عاوتاني. اذا لاحظوا معايا مزيان بان هادو متساويين، هادو وهادو متساويين. اذا بقى ليا باش غادي نلصق الكابيش ديالي. اذا هذا القب ديالي بالمغربيه، اذا هذا الوسط غادي يجيني مع القفه. القفه غادي نعمل ليها هكذا باش نعمل علامه بان هذا الوسط. اذا الا خفتي باش يتسرب لك الخيط وكان عندك الخيط هنا عملي علامه على هذا الشكل هذا صغيره. وناخذ القب ديالي بعد ما حطيته على هذا الشكل هذا وشفتو بانه متساوي باش ما نعملش عمل ارتجالي. اذا متساوي معاه شنو المعمول؟ غادي نشد الجاكيت ديالي على هاد الشكل ديالي اللي هو هذا، غادي نحلو على هاد الشكل ونهز غير وحده منهش الدوبلور ديالو ونخيطو من هنا حتى لهنا ونوقف. اذا من هنا لهنا ستوب ونخيط هاد الجهه الثانيه ديالي على هاد الشكل. نشد الثاني ديالو اللي شديت هذا وهذا
ونعمل هكذا ونخيطو. على هاد الشكل حتى لهنايا. اذا غادي نمشي نخيط هذا ونخيط هذا، يعني فين جبتهم جبتهم نيشان مع هذا، نيشان مع الكول ديالي، يعني متساوي مع الكول ديالي اللي غادي ندير فيه السحابه او لا فورنيتير اغليسير. اوكي نشوف الماكينه نخيطو. اذا لاحظوا معايا كي غادي نتم العمليه تاع الخياطه. اذا غادي نحي هذا، اذا خليت انا في القب واحد سنتيم في المجموع، جوج سنتيم اللي خليت في القب زايده على الامام. علاش استاذ؟ باش ملي ناخذ القب ديالي غادي نجبد هذا ردو مطاطي باش يتقلب ليا القب، يعني باش يعطي جماليه للكابيش ديالي. اذا غادي نتوقف هنايا، نرجع للجهه الثانيه اللي هي هادي، نبداها من هنايا. ونجبد هذا العكس ديالو، يعني نردو مطاطي شويه. اذا الكسده اللي راني نتيري اللي نجبد على هذا الشكل، من بعد غادي نبدل هذا باش نخدم السنسله ديالي، نبدل الصباط دي بريسور. البنات كما تلاحظوا بدلت الصباط ديالي، شوفوا الصباط اللي عملت فيه غير جهه واحده، يعني ديال السحابه. اذا متوفر في الاسواق في داخل المملكه المغربيه. اذا السنسله مقلوبه، هذا وجهها وهذا هو وجه الثوب. اذا كنخيط في الامام، اذا هذا الحزام، ثم دخلت في البوش كونغورو، وكنشد الثوب ديالي حيت هذا مبرا وقطيفه، كنشدو بحال شديت المرمى، يعني مزيرو هكذا باش ما السنان راه يدير فينا حاله لي ماشين. لي غريف ديال لا ماشين، يعني اما الا كانت طالعه ولا هابطه يعني مشكل. كل تشوف واش يحتاج من نوع ديال لي برا وديال تهبط السنسله و يعني والبلوك دو طونسيون، يعني هي الماكينه بوحدها مدرسه. اذا وصلت للكابيش وسيرتو الباندا اللي كاينه فيه، باضافه الباندا لاحظوا معايا مزيان، خيط هنايا على هاد الشكل هذا. ها هو خيط السنسله دابا الان على هاد الشكل هذا، وهجيب كونغورو. اذا اشنو بقى ليا هو المراحل اللي هي شويه قاصحه بالنسبه لاخوان المبتدئين. غادي ناخذ قلم ديالي على هاد الشكل، وغادي نحدد هنايا. ها هو، لان هنا غادي تلاقى ليا الجيب مع الجيب، وهاد الرقعه مع هاد البلاصه هادي وهادي، يعني باش ما يجيونيش متفاوتين على هاد الشكل هذا. باردون. اذا هذا الكابيش ديالي ها هو كما كتشوفوا، خصني درت له علامه في التالي ديال الاخر ديالو، لا بارمونتور مازال ما لصقتهاش. اذا عملت علامه لان كاينه خياطه هنايا وخياطه هنايا وخياطه هنايا وخياطه هنايا تجي. غادي نرجعوا فين كاينه الباندا، هذه هي الباندا، شفتوها هذا المرسو هذا باندا. اذا كاينه خياطه هنايا اللي هي لاصقه لنا مع الجيب الكونغورو، خصنا تجينا خياطه مع الخياطه. اذا مباشره غادي نهز الجهه الثانيه. اذا البنات لاحظوا معايا هاد العلامات اللي درت، شفتو هاد العلامات اللي درت هنايا. غادي نشد الجهه الثانيه، اذا هذه الجهه الاماميه، وغادي نشد الجهه الثانيه ديالها اللي هي على هذا الشكل هذا، وغادي نشد البندق هذا البندق من هنا لهنايا، ونحطها مع البندا ديالها، خصهم يجيوني متساويين. اذا غادي نشد بحال هكذا،
نحط بنقلة ديالي على هذا الشكل، وغادي نستعمل فوفيلاج او فيلباتي. اذا وغادي نشد هادي مع هاد الكرينه، ها هي شتو. اذا غادي نشد الجيب ديالي باش يخرجوا ليا يعني متشابهين، باش ما يلاحظش شي واحد بان جهه مفوته مع جهه، وهادشي كيسبب لنا لي القماش اللي فيه لي كوست اللي فيه الكارويات، ولا كيسبب لنا مشاكل، وكنضطروا نخليوه مسدود عادي، ما كنفتحوش من القدام لا في الجلابه لا في اي حاجه، يعني باش نتجنبوا دوك الكوارث باش يكونوا مزاقلين لنا الخياطات. اذا هذا مع هذا مع هذا، وغادي نعمل كما قلت لكم فوفيلاج او غرزة الامامية. اذا بعد ما حطيته كده، اذا انا كمبتدئ يعني نشوف شنو درنا، بسم الله توكلنا على الله. اذا لاحظتوا معايا هنا مع هنا مقاد، هنا مع هنا مقاد، هنا مع هنا مقاد، هنا مع هنا مقاد. اذا مقاد ديال الخياطات، لان الجاكيطه هي هذه. اذا لاحظوا معايا شنو بغيت، هنايا كاينه الخياطه، وهنا كاينه الخياطه، وهنا كاينه الخياطه، وهذه هي السلسله طويله. شوفوا اوكي، ملي غادي نسد غادي نلقى هادوك متساويين بعضياتهم، شتو. اذا شنو مطلوب مني، وغادي نعمل الفوفيلاج اوبليجي، باش نعمل الفوفيلاج باش نخيط وانا مرتاح، ما فيا الليف تقوي عاود. اوكي لاحظوا معايا دابا البنات باننا غادي نخدموا حنا مرتاحين بعد ما عملت الفوفيل، يعني كما كتشوفوا هانتوما راه فوفيل باين واضح. يعني اذا ما نشجعكمش تخدموها مباشره، اذا تبعي النصيحه ديالي وتبع النصيحه ديالي ان شاء الله تنجح. اذا ديما كنوجه هذا الشيء هذا للمبتدئين، سيد من المعلمين راه ما شاء الله عليهم، راه هادشي عندهم سيبان سيغيا. اوكي دابا غادي ننتقلوا بعد ما خيطنا على هذا الشكل، انتم شوفوا راه ما بيناش كاع، غادي نغير الصباط وغادي ننتقل باش غادي ندير لا بارمونتور باش نطوي هادي على هذا الشكل هذا، وندير لا بارمونتور ديالي باش نهبطها. اذا غادي نرجع باش غادي ندير لا بارمونتور. اذا شنو غادي نعمل دابا، غادي نعمل لا بارمونتور ديالي، غادي نحط هذا على هذا الشكل ونشوف واش موازيه ليا معها، يعني تابعه لهذا الموضوع. اذا هي هذيك، غادي نشد لا بارمونتور ديالي على هذا الشكل. دابا لا بارمونتور انا ما شديتها حتى شي حاجه، دابا عمليه سهله، اللي سهل غادي نقولوا سهل. اذا غادي نشد بحال هكذا. اذا بالنسبه للناس اللي كانوا كيتفرجوا فيا في اليوتيوب في 2014، الحسينيه راه متواجده معنا، هي وسميه جوزه رومينيه، الله يرضي على بناتي ويكون بنيه. اذا جالسين معايا، وهذا فخر واعتزاز ليا باش يجيو يزوروني بناتي، الله يغطيهم بالرضا. اذا هنايا عندنا العلامه، غادي نطر، شوفوا لاحظوا معايا مزيان، غادي ندير لهاد العلامه هكذا على هاد الشكل. فين هي العلامه ديالي؟ هي هادي. اذا غادي نزيد نقص من هنايا على هاد الشكل باش غادي ندخل في هادي. لاحظوا معنا كيفاش غادي تتم العمليه، ها هو لاكري ديالي، غادي نشد على هاد الشكل. اذا غادي نشد بهاد الطريقه هادي، وغادي نخيط. شوفوا كي غادي نعمل، اذا راه بدلت الصباط، علاش؟ باش غادي نهرب شويه هذا ملي تكون كتسد السلسله، غادي تبان ليا تبعد عليا ب 0.5 باش ما تخسر ليش السلسله، تبقى تشد ليا في القماش ديالي. اذا لاحظوا معايا، اذا الموضوع اذا غادي نقلب مباشره. دابا انا متقن وليقين عند الله سبحانه وتعالى، وندير بيكاج باش نهرب شويه القماش على السحابه باش ما تخسر ليش. كما قلت لكم بعدات ب 0.5 باش ملي نكون كنطلع راس السلسله ما يتشد ليش مع هذا، ويولي عندي روتوش تقعاود يعني تضرب مده طويله.
اذا بناتي السميه والحسنيه كيتواجدوا معايا. وكيسلموا عليكم بزاف. اذا بالنسبه للبنات اللي كانوا كيتبعوني من شحال هادي يعني راه عارفين سميه. اذا غادي نكملوا على العمل ديالنا. اذا البيكاج كيكون في تروا او كات يعني تكون الغرزه واسعه شويه. اذا غادي ننتقل للجهه الثانيه نتاعي. غادي نلصق لا بارمونتور في الجهه الثانيه. مازال ما درتش لونسومبلاج حسن يسكتي. احنا رجعنا لدوك الطبقات القدام عاوتاني. اذا غادي نشوف هذا هو اللي عندي هنايا الطويل هو اللي غادي يتباع سحابه. اذا غادي نشوفو الطويل هو اللي كيتباع سحابه. اذا كنلصق لا بارمونتور ديالي. اذا عدد من المرات كنت كنلصقها ونعاود نلصقها اللي كانوا متبعين الدروس ديالي من اليوتيوب من الاول. اذا نفس لوبيراسيون العمليه اللي عملت لهذاك غادي نعملو لهذا. اذا غادي نخدم الجهه الثانيه. اذا غادي نشد على الشكل ونجبد لا بارمونتور ديالي بهذه الطريقه هذه ونعمل لو نفس الطريقه اللي عملت في الاول. اذا الى لاحظتوا راه بديت هاد الكابيش ديالي ولا هاد القميص الرياضي ديال الاطفال من الف الى الياء. اذا غادي يكون طويل كنعتذر. اذا كنكمل على الخدمه ديالي بعد ما تقطع ليا الخيط. اذا مباشره بعد ما ساليت غادي نقلب ونعمل نفس لوبيراسيون اللي عملت في الاول للجهه الثانيه. غادي ناخذها بهذا الشكل هذا. واخا انا غادي ندخل الموديل ديالي كله لداخل تحت الماكينه يعني هنا. لان بديت في الاول بهذه الطريقه خصني نكمل بها في الجهه الاولى. اذا ضروري خصني نقرا قبل لابارمونتير ديالي لنشدها ولا حاجه بحال هكذا. غادي ندخل دابا لاستيك ولكن قبل ما ندخل لاستيك غادي نجمع العنق ديالي الرقبه اللي هي هادي ديال الكابيش على هذا الشكل. نشدهم لي دو ا لا فوا على هذا الشكل وندير سيرجي. ما نتكلمش دابا على الفينيسيون. اذا دو بريفيرابل نشدهم بهذه الطريقه هذه ولكن قبل ما نخيطهم البنات غادي نشدهم بلي زيبانغل ونشوف واش هما هادوك ولا لا باش ما يوقع ليش مشاكل. اذا غادي نشد لا بارمونتور اللي خيط ونقلب هكذا ونشوف ياك ما هنايا وقع ليا شي حاجه. اذا ما وقع ليا والو غادي نجي حتى لهنايا. اذا حتى تشوف عاد كنخيط. اذا لا بارمونتور غادي نشدها مع طوق العنق على هاد الشكل ونشوف الجهة التانية. الحمد لله ما كاين والو. إذا غادي نشد ونخيط كلشي في خطرة وحدة. إذا لاحظوا معايا يعني هنايا باش غادي نفيني غادي نفيني غادي نفيني البنات بسورجي ندير لو فينيسيون بسورجي. اذا مرحليا حنا كنخدمو البريبور تاع عادي من بعد ان شاء الله ملي نتعلمو ونديرو يعني شي حاجه لا هوت كوتور بارفوا كنديروها.
اذا غادي نعمل هنا السيرجي. ايوا تدخل اللاستيك غادي ندير بحال اللي كيديروا مامتنا، غادي ندخل اللاستيك هنا باش غادي نخيطو. اذا لوبيراسيون غادي نخدمها غير بجهه وحده، اما هنا ولا بالجهه الاخرى. اذا غادي ننتقل اللاستيك، اذا غادي ندخل اللاستيك ديالي لتحت في هذا ونديرو بالطريقه ديال الامهات ديالنا اللي كانوا كيديروا معنا ديما، غادي ندخلو بهذه الطريقه هذه. كاينه الطريقه الاخرى اللي كيديروا المعلمين، ما بغيتش نديرها، نكون خيطته وصافي وبيكيتو وريقلته وعاد يعني خيطته، ولكن بغيت ندير هذه الطريقه باش ما تلقاوهاش صعيبه بالنسبه للاخوات المبتدئات. اذا غادي نخرج اللاستيك ديالي بهذا الشكل هذا ونحاول نبوانتيه، يعني نخيطو هنايا، غادي نشدو وندخلو ونخيطو في هاد الجهة هادي، ندوز عليه بالماكينة. إذا غادي نجيبو مع الخياطة عاد نجبدو، لأن هادي مبرة ماشي مطاطية أو بما تسمى باللغة العربية قطيفة. إذا وغادي نجي لهدا ونجبد داكشي اللي بغيت، ردو مطاطي على حسب داكشي اللي بغيت، وعاد ندوز لو كوتورة ملي نحط بحال هكدا ونشوفو بأنه صايي راه تزير ليا، يعني على هاد الشكل هذا راه تجمع من هنايا، نبيكي هنايا ونبيكي هنايا، ولا بغيتي دوزي خياطة من هنا دوزيها، لك الاختيار. نفس الشيء غادي نديرو لي بواني. إذا باش ما يطولش الفيديو لأنه طوال، غادي نديرو بلا ما نوريلكمش أشنو درت في لي بواني، غادي ندخلهم نفس الشيء ونخيطهم وصافي باش يبقى ليا هذا مجموع. اذا نمشيو نخيطو. اذا غادي نقطع هادشي هذا اللي شيط على هاد الشكل هذا، وغادي نشد الداخل ديالي نحطو على هاد الشكل حتى نلاقي معانا. نجيبو مع الخياطة نوضع بانكلا تاعي، نجي الجهة التانية نفس الشيء، يعني نشوف نزيد نزير شوية. إذا غادي نخيط بعد ما تقنت بالعملية اللي عملت. إذا غادي ندير الكيكاج هنايا خيطو، إذا خيطت هاد الجهة، نمشي نخيط الجهة التانية، على هاد الشكل. إذا خصني نكون متيقن بأنني شاد لاستيك ديالي باش ما يوقعلناش الهفوات. إذا غادي نخيط خياطة عادية بالنسبة ليا، وغادي عاد نعمل سيرجي أو سرفالة. إذن وغادي نمشي للجهه الثانيه نتاعي، هادو اللي خليت محلولين يعني ديال الامام وديال الجانب. إذن البنات الا بغيتو تعملوا خياطه هنايا، غادي نحيد هاد البانكلار هذا. الا بغيتو تعملوا خياطه هو اننا غادي نديرو على هاد الشكل هذا ونجبد، وما تكتريش الخياطات باش ما تقتليش المطاط. اذا الطريقه كي رجعت شفتوها كي داير. اذا نفس الشيء لي بواني ديالنا، ولي بواني ما غاديش ندير فيهم خياطه اخرى بحال هكذا، غادي نخليهم سامبل اونسي جامي. الى جاو مزيرين من ديك الطفله نحلوهم نتداركو الموقف ديالنا. ملي هكدا ونحددها وغادي نخيطها اوتوماتيكمون، غادي نعاود ليها الخياطه، غاديش نتيق في اللصاق اللي فيها. اذا المبره ما كتحملش لا تمبيراتور الحراره بزاف، اذا المبره هادي قطيفه باللغه العربيه. اذا الارتيكل ديالي لصق، غادي نعاود له شويه الخياطه هنايا شي يجي زويون باش نشجعوا هاد البنيتات يلبسوا هادشي بهاد الزواقات هادي.
يعني ديفي لها هنا في لي مونش اوسي. اذا غادي نمشي نبيكي لها نخيطها لها ونرجع نوريكم الارتيكل. اذا كما كتشوفوا الموديل ديالنا هو هذا، نتمنى يروق الاعجاب ديالكم. الكابيش ديالنا ها هو مدرنا له السير باش يدخل هكذا ويبقى مجموع بالنسبه للبنيتات الصغار مع الشعر. اذا وزدنا له هاد الجماليه بهاد البلاكه هادي اللي هي غير كتحدد. اذا هذا هو الموديل ديالنا على هاد الشكل هذا. اذا لا بارمونتور ملي كنحلو باردون فينيسيون مازال ما عملتش، اذا غير ساليت هذاك الفيديو. اذا على هاد الشكل هذا سالينا جاكيت ديالنا. اذا ما بقى لنا الا نعملوا السروال ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله ديالها. بداك شويه الثوب اللي شات لينا ان شاء الله وندخلوا عليه عاوتاني دي مورسو بحال هكذا. اذا نتمنى يروق الاعجاب ديالكم هذا الموديل هذا، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله في البنطلون ديالها باش نكملوا هذه البدله الرياضيه ان شاء الله. وشكرا لكم جزيلا الشكر على التعليق ديالكم الاخوات اللي كيعلقوا، شكرا لكم بزاف 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 كتشجعوني. اذا وعلى الجيم وعلى لي كومونتير ديالكم. اذا شكرا لكم والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. غادي نديروا البنطلون ديال هاد الجاكيت. اذا الى اللقاء.